ريفو دو بريس. باش نبدا مع سيت بنات في مواصل للحديث على المدارس التونسيه المنظومه التربويه في تونس. مقال عنوانه ناجي جلول يقول تم ضبط مدير مدرسه يكنتر في المازوت. وزير التربية ناجي جلول البارح خلال استضافته في برنامج 24/7 على قناة الحوار التونسي البارح العشية قال لي مؤخرا تم ضبط مدير مدرسة يكنتر في المازوت وما حبش يقول شكون المدير هذايا وين موجودة المدرسة. كيف كيف قال السيد الوزير انه تم ضبط معلم قاعد يقوم بصدد اعطاء دروس خصوصية في داره وباش تم إحالته على مجلس التأديب باش تكون عقوبته الإيقاف عن العمل من 3 إلى 6 شهور بعد الأمر أو القرار اللي صادر عن وزارة التربية واللي يمنع تقديم الدروس الخصوصية في الديار. تتعدى له قضية كيفاش يقولوا تقديم دروس خصوصية خلصة خلصة ما هو مثالش خالي مدام القانون تفعل جنرالمون ماهيش مش تصير الحكاية 100% العباد كل ما عادش باش تقري ليتود بريفي ما يمثالش كنشدو كاية كما هكية ويتحاسب حتى يكون عبرة لمن يعتبر صح بالضبط افكتيف مو يكون عبرة للأسات الأخرين بداوا حتى هم واخذين احتياطاتهم باش ما يتشدوش باهي معناها نعملوا قرار ونقعدوا نتبعوا فيه نعملوا سويفي متاع القرار هذاك بالحق ما كيما نقولوا ما يقري حتى حد دروس خصوصية هبط في الرائد الرسمي وهذا قانون يمنع وبيا منشور يمنع تقديم دروس خصوصيه في الديار سيكو يمنع امر معناها الحاجه الباهي الا ان احنا نعملوا سويفي مي لي بوين فور نتاع سي ناجي جلول المده هذيه وحسب ما قاعدين نراو وحتى للحظه هذيه انه كي اكد الحاجه يعملها قال باش نعزل اللي مانيش في نلقاه يخدم عزل برشا عباد قال باش معناها العباد اللي باش تقدم دروس خصوصيه يعني نحكي الاساتذه والمعلمين باش يقدموا دروس خصوصيه في الدار اللي باش نلقاو نفيقوا به قدم رانا باش نحلوه على مجلس التاديب دونك حاجه باهي والله حتى الاولياء ينجموا يكونوا حتى هما ينجموا يكون عندهم دور كبير ماذا بيهم يا خويا تسمع بروف يقرا ايتود بريفي يا خويا صب ولي صباب مثلا اي فوالا خاطر لي بارون هما اللي ولاو يشجعوا في صغارهم على ايتود مالوغوزمون لا لازمهم يعرفوا ايتود اللي ماشي يقريوها في الليسي اللي قرا عليه سي ناجي جلول باسوام معقوله وللعباد الكل مش تربي اكثر من الاسوام المعقوله يكون مؤطر في اطار تربوي تابع المنظومه التربويه ماهوش واحد يقرا ايتود ما تعرفش شنو قاعد يقرا ملاحظه عم ناول بالحق وصلوا الاساتذه ما عادش يقريوا في الليسيات سورتو جماعة الباك يقريو توسكي ما يقول لي كل اللي تعطاه كان في ليتود يا خويا اللي ما عندوش مسكين شو يعمل صحيح انتم علاش تليتوا بالجانب الثاني نتاع المقال نسيتوا البارتي الاولى راه فما مدير مدرسه كان في المازوت عادي جدا مش مكفيتو شهريتو السيد حد وين حتى دوزيام فونكسيون مع الوظيفه العموميه هي مش دوزيام فونكسيون لازم يخدم هي قاعدك سامحني بالعباره هي قاعد يكنتر ما يجيش معناها مدير مدرسه معناها عنده هيئه عنده قيمه وقدر كمام شوية احترام نفسه أموع أنا ما نستغربش ليه مش ما تستغربش هي سائرة مش ما تستغربش لازم نستغربوا لها خاطر كي ما نستغربوش كل شيء بشي ولي كل شيء متاح وكل شيء ممكن خلينا نقولوا معناها سيني جلول رفض انه يحكي على اسم المدرسه ولا البلاصه اللي كانت فيها يعني العمليه دي صارت الحادثه دي فيها لكن الاكيد انها منطقه حدوديه من بين المناطق اللي معروفه بالتهريب والتهريب الوقود يعني من الحاجات منعوا هذا يعني تهريب العقود ولا البلايص اللي فيها الكناطريه ولا كيما نقولوا احنا باللغه العامه بلغتنا العاميه هذه حاجه موجوده ومعروفه ولينا برشا تصاور على الفيسبوك سيارات نتاع مؤسسات عموميه ومتبعها وتعمل في التهريب وقاعده تهرب في برشا سلع وبرشا والمحروق معناها في برشا محروقات ريناهم الحاجات هذه لكن هذا مربي راه بالضبط هذا مربي يربي في الاجيال يعني هذا يشرف على مؤسسه تربويه نبعثوا لها صغيراتنا نقريوا فيهم على اساس كونوا المربين غادي قاعدين يبثوا في الاخلاق الحميده القدوه نتاع صغيراتنا جست نكمل الفكره باش نوصل بكم للفاز نتاع مربي لكن انه يكون موظف في الدولة ويعمل في الحاجات هذه رينيه سي ديجا فيو قبل لكن نمشيو لفترة انه مربي يعني نمشيو لبارتي انه مربي السيد هذا مربي وهو مدير مدرسة هذا هو اللي مش مقبول وهذا هو اللي مش مسموح وهو اساسا الفكرة في حد ذاتها مش مقبولة مش مسموح اكيد ابار هذا الكل راهو المدير راهو ديما يكون قدوة للصغيرات راهم برشا صغار يشوفوا في المدير ولا في المعلم هو الايدول نتاعهم دونك ما لازمش الصغيرات يتعلموا على دي زاتيتود خايبين يعني وسيرتو صغارنا تاع توا فايقين وفاهمين كل شيء ما نعرفوا كل شيء خلي الفيسبوك على كل هذا الكلام اللي قاله زيرو قال برشا كلام البارح وزير التربية في البرنامج وعطى بعض المعطيات والارقام اللي الحقيقة مؤسفة
ومخجلة ألفوا. نتعدى نمشي المقال آخر في تونيفيزيون تقرأوا لقرار إضرابات جهوية وقطاعية في كامل الجمهورية بعد فشل المفاوضات وتعثرها أكثر من مرة. خليني نقول بين اتحاد الشغل والإتكاء حول مسألة الأجور في القطاع الخاص. البارح المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد العام التونسي للشغل قرر تنفيذ إضرابات في القطاع الخاص في كامل تراب الجمهورية. برنامج الإضرابات باش تنطلق من صفاقس نهار 19 نوفمبر، نهار 26 نوفمبر في كل من زغوان ونابل وسوسة والمستير والمهدية، نهار 27 نوفمبر في بنزرت وباجة وجندوبة والكيف، نهار 30 نوفمبر في سليانة والقروان وسيدي بوزيد والقسرين، ونهار 1 ديسمبر في مدنين وقابس وتطاوين وتوزر وقفصة وقبل. برنامج ما شاء الله، برنامج في كامل الجمهورية إضراب في القطاع الخاص. والله هو واحد يا حبة ذي في العادة ما يعللش الإضرابات ولا ما يحبسش الإضرابات، لكن كي تطلع مدام وداد بالشماوي وفي تنبك الإضرابات وفي تنبك الغليين بتاع الاتحاد وتطلع في تلزة وتقولها المذاعة تقولها وكان يهدوا بالإضراب، مش مشكل خليهم يضربوا، ما يقلقنيش الإضراب. زيدة كمان شوية احترام، حتى مش احترام لليوجيت، معناها يعني لليوجيتاتي كهيئة كهيكل، يعني احترام للناس اللي تابع اليوجيتاتي. فما عبيد تعبة في القطاع الخاص كما فما عبيد كما انت عندك رجال أعمال مش برشة، يعني فيهم التعب وفيهم المشتعب ومش الناس الكل تحب الزيادة. فما زيدة من العبيد من الخدامة من الموظفين اللي برشة تعبين وبرشة يستحقوا زيادة، والبروفوكاسيون نتصورها يعني التصعيد متاع اليوجيتاتي جاي بناء على البروفوكاسيون هذيك متاع خلي يضربوا. مش مشكلة. أنا بصراحة اللوم برشا على الاتحاد العام التونسي للشغل، راهو ماهوش وقته هذايا، ماهوش وقت اضرابات. احنا نشوف في الدوله قاعده تدين وفلوس وقاعدين نرهنوا في قيب نرهنوا حوايجنا، ويجيو في بيريود كيما هكايا حساسه على الاخر يجيو ينظموا اضرابات كيما قلت بارك الله برنامج كامل، يعني مش يبداو من صفاقس حتى الزغوان ونابل كامل تراب الجمهورية الكل. ماهوش وقته اي سيرتو العامين هذوما الاخرانيين بصراحه حسب رايي الشخصي الاتحاد العام التونسي للشغل نزلها شويه بالاضرابات. ضرب ضربتين نعملوا ضرب موش حل ضرب راه موش حل. لازم توافق بيناتهم الزوز بين الزوز هياكل وبين الاتحاد العام التونسي للشغل والدوله بحد ذاتها. وشكون حتى اضراب منظم يا خويا كان بعد مش تلقاو حل ولا ما تلقاوش حل. شوفوا حل بالتي هي احسن ما غير اضرابات. اوصل يا عماد في الدنيا هذه لا بالحق شو نقولها، يقول لك كول وكل خاطر هات لي ما توكلش ياكلوا كذا مثل شعبي يتقى. معناها هذوما رؤوس الاموال اللي عندهم فلوس وعندهم القطاع الخاص وكل شيء، يا خويا كيما اقراوا حساب العباد اللي يخدم عندكم تعطيهم حقهم. باهي شوف انت لومت على جي تي تي وانتم لومتوا على الجيكا، انا مش نلوم عليهم الزوز من منظور اخر. هذوما الزوز معناتها اليوم يتناقشوا ويطرحوا موضوع القطاع الخاص والأجور في القطاع الخاص واللي ما يتفهموش فيه، وهذوما الزوز ما بين الرباعي الراعي للحوار اللي يربح جائزة نوبل السلام واللي يطلعوا مع بعضهم في التلفزة ويبدأوا أنتر جيمي وسامحوني في العبارة يتشدقوا بالإنجاز العظيم اللي عملوه واللي جمعوا الفرقاء السياسيين في تونس وصلونا للمرحلة هذه مرحلة الانتقال الديمقراطي، وهما في حد ذاتهم كي يقعدوا على طاولة ما نجموش يتفهموا. هذوما الزوز يربحوا اليوم جائزة نوبل السلام وهاكم تشوفوا شنو ينجموا يعملوا. السؤال المطروح شكون اللي باش يتسلم جائزة نوبل السلام؟ ماشيكا ولا يوجيتي؟ هما أربعة نجموا هي الحكاية ظهر لي بان هنا ما بين زوز. على كل في متابعة للموضوع مو إلى حد الآن هذا مازال برنامج نشوفوا أسكو باش يتم الإقرار الإضرابات هذه باش يتم تفعيلها ولا لا، في انتظار بالك شو يوصلوا لتوافق حتى هما في إطار إن شاء الله التوافق اللي عملوا فيه ديما. يلا ريفو دو بريس الفق اللي عملوا